محبوب میرے آ جا میرو رو کے نہ مر جاوا محبوب میرے آ جا میرو رو کے نہ مر جاوا محبوب میرے آ جا میرو رو کے نہ مر جاوا ڈوب ہنجوا دے وچ چلے Next we have the master of the Qasida Abu Ibn Sharif, Sheikh Ul Hadith, Hazrat Mufti Muhammad Hussain Qadri of Sarkar, Pakistan. Mufti Sahib. صلى الله تعالى على خير خلقه الراشد سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا نظير له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وشفاء صدورنا ونور قلوبنا ونور عيوننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور أولنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور دنيانا ونور قبورنا ونور حشرنا ونور عرش ربنا ونور ربنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا
حرمنا ومعيننا ومأوانا وملجانا. سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. تمام يا باب. نهايتي ذوق وشوق او محبة الفن كساء اپنے آقا و مولا سید انبیاء حبیب کبریاء سرور اصفیاء شب اسراء کے دنیا شفیع معظم نور مجسم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خوب جھوم جھوم کر حدیث صلوات و سلام وہ صلوات و سلام جو حضرت امام شفیع الدین بوسری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم مجد میں بارگاہ مستوی میں پیش کیا ہے. سارے آداب مل کر اصلاح کریں. مولا یا تنتا کی ہے حل نہ وہ اس نے
کی مثل محبوب کے اوپر اگر سایہ کیے ہوئے اور محبوب کو دھوپ سے دو پیر کو گرمی کی دھوپ سے بچا رہا محبوب ادھر گزرتے ہیں دھوپ کے اندر گزرتے ہیں تو آسمان پر ابر کا ٹکڑا آ جاتا ہے اور میرے محبوب کو سایہ کرتا ہے یہ محبوب کا معجزہ امام مشیر رحمت اللہ تعالی بے شمار موضوعوں کو ذکر فرمایا تو اس میں ایک یہ موضوع بھی ذکر فرمایا ادھر محبوب گزر رہے تو اس نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی